حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن عبد الله بن قصيط عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر الأشجعي على قعود له متيع ووتب من لباء فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا أن الله كان بما تعملون خبيرا. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عون عن جدته عن ابن أبي حدرد الأسلامي أنه ذكر أنه تزوج امرأة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه في صداقها فقال كم أصدقت قال قلت 200 درهم قال لو كنتم تغرفون الدراهم من واديكم هذا ما زدتم ما عندي ما أعطيكم قال فمكثت ثم دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثني في سرية بعثها نحو نجد فقال اخرج في هذه السرية لعلك أن تصيب شيئا فأنفلكه قال فخرجنا حتى جئنا الحاضر ممسين قال فلما ذهبت فحمة العشاء بعثنا أميرنا رجلين رجلين قال فأحطنا بالعسكر وقال إذا كبرت وحملت فكبروا واحملوا وقال حين بعثنا رجلين لا تفترقا ولا أسألن واحدا منكما عن خبر صاحبه فلا أجده عنده ولا تمعن في الطلب قال فلما أردنا أن نحمل سمعت رجلا من الحاضر صرخ يا خضرة فتفاءت بأن سنصيب منهم خضرة قالا فلما أعتمنا كبر أميرنا وحمل وكبرنا وحملنا قال فمر بي رجل في يده السيف فاتبعته فقال لي صاحبي إن أميرنا قد عهد إلينا أن لا نمعن في الطلب فارجع فلما رأيت إلا أن أتبعه قال والله لا ترجعن أو لا أرجعن إليه ولا أخبرنه أنك أبيت قال فقلت والله لا أتبعنه قال فاتبعته حتى إذا دنوت منه رميته بسهمين على جريدة متنه فوقع فقال أدنو يا مسلم إلى الجنة الجنة فلما رآني لا أدنو إليه ورميته بسهمين آخر فأثخنته راماني بالسيف فأخطأني وأخذت السيف فقتلته واحتززت به رأسه وشددنا نعما كثيرة وغنما قال ثم انصرفنا قال فأصبحت فإذا بعيري مقطور به بعير عليه امرأة جميلة شابة قال فجعلت تلتفت خلفها فتكبر فقلت لها إلى أين تلتفتين قالت إلى رجل والله إن كان حيا خالطاكم قال قلت وظننت أنه صاحبي الذي قتلت قد والله قتلته وهذا سيفه وهو معلق بقتاب البعير الذي أنا عليه قال وغمد السيف ليس فيه شيء معلق بقتاب بعيرها فلما قلت ذلك لها قالت فدونك هذا الغمد فشمه فيه إن كنت صادقا قال فأخذته فشمته فيه فطبقه قال فلما رأت ذلك بكت قال فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني من ذلك النعم الذي قدمنا به